في خبرنا الأخير، فرقة مسرحية فلسطينية توالي تقديم عروضها المسرحية الراقصة في مسرح وسينما القصبة برام الله في مستهل جولة تشمل أيضا مدنا أخرى بالضفة الغربية. مسرحية خارج المكان تعبر من خلال الرقص والموسيقى عن قضايا الهوية وسعي كثير من أبناء جيل الشباب الفلسطيني للهجرة إلى الخارج هربا من الضغوط السياسية والاقتصادية. خارج المكان هي رحلة للبحث في الذات وفي الذات الفلسطينية، هي مش تعرية للنفس، احنا مش عمالنا بنحاول انه نجلد ذاتنا، بس عمالنا بنحاول انه نركز على بعض الاشياء اللي عمالها بتأثر في قطاع الشباب في المجتمع الفلسطيني، واللي احنا مش عمالنا بننتبه لها لانه احنا كثير مشغولين باشياء اخرى استهلاكية مش نابعة من الذات الفلسطيني. المسرحية كانت كثير حلوة ومعبرة كثير على واقعنا الفلسطيني، طبعا بطريقة تجذب المشاهد انه يتابعها. فيها نظرة نقدية، يعني انه الواقع مش سهل وصعب، والواقع كمان مش صعوبته جاية من الاحتلال، هي كمان جاية منا احنا، انه احنا اللي وصلنا حالنا لهذا الوضع. ففيها نظرة نقدية، بس انا بشجع كثير انه الشباب يفكروا بهذه الطريقة ويعرضوا وجهة نظرهم، سواء من خلال عروض مسرحية، غناء، اي شكل من اشكال الفنون. السرد المسرحي كان واضحا يعيد بناء الحكاية الفلسطينية منذ النكبة وحتى اليوم.